دلوقتي يا ولاد هنبدأ مع بعض كده دراسة تفصيلية عن أهداف علم الجغرافيا السياسية. بص يا ولاد، إحنا عشان نتكلم عن أهداف علم الجغرافيا السياسية إحنا عندنا 5 أهداف: دراسة، تحديد، تحليل، تعريف، توفير. دراسة وتحديد، تحليل، تعريف، توفير. هندرس إيه؟ وهنحدد إيه؟ وهنقوم بتحليل ايه؟ تحليل اي تفسير. تحليل وتفسير ايه؟ وهنتعرف على ايه؟ وبتوفر ايه؟ بص بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان علم الجغرافيا السياسيه يا اولاد من اهدافه؟ قال لك هي دراسه الوحدات السياسيه المكونه للعالم. فواحد يقول له مستر ايه دراسه الوحدات السياسيه دي؟ قال لك دراسه الوحدات السياسيه المكونه للعالم اللي هي الدول حضرتك. هو العالم ده بيتكون من ايه؟ قالك ان العالم ده بيتكون من مجموعة من الدول. الدول المكونة للعالم دي اللي بتعرف باسم الوحدات السياسية اللي بتكون العالم. فبص بيقولك ايه، قالك بتهتم بدراسة الوحدات الايه السياسية، والوحدات السياسية دي اللي قلنا عليها الايه الدول. قالك يبقى هي بتهتم بدراسة الوحدات السياسية، يعني بتهتم بدراسة الايه الدول. طيب واحنا بندرس ايه في الدول؟ قالك بتهتم بدراسة الدول من حيث خصائصها. خصائصها ايه؟ هقوله من حيث خصائصها الطبيعية ومن حيث خصائصها الايه البشرية. انت تقصد تقول ان هي بتهتم بدراسة الوحدات السياسية من حيث مقوماتها، سواء كانت مقوماتها، خصائصها، ملامحها، سواء كانت الطبيعية او حتى الايه البشرية. وده اللي احنا قلناه في ايه في مفهوم علم الجغرافيا السياسية، لما قالك بتهتم بدراسة المقومات الطبيعية والبشرية بالنسبة لمين؟ للدولة. طيب تعالى احنا اولاد لما بندرس الدول من حيث خصائصها الطبيعية والبشرية بقدر اقوم بتحديد ايه؟ واحد يقول له مستر انا بقدر كده احدد عناصر الايه القوة، واقدر احدد عناصر الايه الضعف بالنسبة للوحدة السياسية الواحدة. وما دام قلت بالنسبه للوحده السياسيه الواحده يعني اقصد بالنسبه للايه للدوله. يبقى تعالى يبقى احنا في اهدافها هقول له بندرس الوحدات السياسيه اللي هي الدول من حيث خصائصها الطبيعيه والبشريه، وانا لما بدرس الخصائص الطبيعيه والبشريه بقدر احدد ايه هي عناصر القوه او ايه هي عناصر الضعف بالنسبه للوحده السياسيه او بالنسبه لمين للدوله. إذن يا ابني الهدف الثاني مترتب على الهدف الأولاني، إن أنا بدرس الدول من حيث خصائصها الطبيعية والبشرية عشان أقدر أحدد هل الدولة هي دولة قوية ولا الدولة هي دولة ضعيفة. طيب وبدرس إيه في الجغرافيا السياسية؟ قال لك كمان إنها بتقوم بتحليل، والتحليل هو التفسير والتوضيح. بتحلل إيه؟ قال لك بتقوم بتحليل التجمعات. واحد يقول لي تطلع إيه التجمعات؟ قلت لك يا سيدي المنظمات. المنظمات والمنظمات هي كمان عبارة عن 2، في تجمعات ومنظمات إقليمية وهناك منظمات مالها دولية وعالمية. فواحد يقول له مستر طب معلش والنبي هو ايه الفرق؟ الفرق ما بين المنظمة الإقليمية وما بين المنظمة الدولية أو العالمية. قلت لك المنظمات الإقليمية باينة من اسمها ان دي بتضم دول معينة، دول معينة مش مفتوحة لكل دول العالم. زي مين مثلا؟ لما اجي اقول لك الاتحاد الاوروبي ماله؟ عباره عن منظمه اقليميه. ايه اللي خلاك تقول ان هو منظمه اقليميه؟ قلت لك ما هو عباره عن منظمه بتضم دول اوروبا وبس، يعني هو معمول لدول معينه. قال لك جامعه الدول العربيه مالها؟ منظمه اقليميه. ليه؟ ما هي اسمها جامعه الدول العربيه، وده معناه ان اليابان ما ينفعش تنضم ليها. ليه؟ ما بتتكلمش عربي. اذا جامعه زي جامعه الدول العربيه، منظمه زي الاتحاد الاوروبي، دول بيعتبروا تجمعات ايه اقليميه، لان هي بتضم دول معينه في عضويتها. اما المنظمات الدوليه او حتى اللي بيسموها المنظمات العالميه اسمها منظمه دوليه، اسمها منظمه عالميه، ودي يا ابني اللي بتضم دول العالم في عضويتها بغض النظر عن موقع الدوله فين او دينها ايه او حتى لغتها ايه. يبقى المنظمات الدولية دي المفتوحة لكل دول العالم في عضويتها، والمنظمات الإقليمية دي اللي بتضم دول منها معينة. هقوله من المنظمات الإقليمية زي جامعة الدول العربية، ومن المنظمات الدولية أو العالمية هقوله زي الأمم الإيه المتحدة. قالك الجغرافيا السياسية بتقوم بتحليل التجمعات سواء كانت إقليمية أو دولية تحليلا موضوعيا، يعني بتقوم بتفسيرها اتأسست ليه وبتضم مين وإيه الهدف منها. قالك كمان ان علم الجغرافيا السياسية بيقوم بالتعريف،
بيعرفنا بإيه؟ قالك بيقوم بالتعريف بالمشكلات السياسية اللي ممكن تحصل ما بين دول العالم وبعضها. إيه؟ هو أنا كمان المستر في علم الجغرافيا السياسية بيقوم بدراسة المشكلات السياسية اللي ممكن تحصل ما بين دول العالم؟ آه، وهتدرس المشكلات السياسية دي في الوحدة التانية حضرتك. يعني هي بتعرفنا بالمشكلات السياسية الحاصلة ما بين دول العالم، ومش بس بتعرفك بالمشكلات، قالك ده كمان علماء الجغرافيا السياسية بيقوموا بتقديم، تقديم ايه؟ قالك بيقوموا كمان بتقديم مقترحات لحلها. ايه؟ يعني علماء الجغرافيا السياسية كمان بيساهموا في حل المشكلات السياسية الحاصلة ما بين دول العالم؟ طب ممكن تديني دليل على كده؟ ممكن تديني مثال على مشاكل بالفعل ظهرت وحصلت وعلماء الجغرافيا السياسية ساهموا في حلها؟ اداك مثالين. ايه هو؟ قالك زي دور الجغرافيا السياسية ودور علماء الجغرافيا السياسية، دورهم في ايه؟ قالك دورهم في الدفاع. في الدفاع عن مين؟ قالك في الدفاع عن حق مصر في قضية عرفت باسم قضية مين؟ في قضية طابة. يبقى تعالى، يبقى علماء الجغرافيا السياسية كانوا من ضمن الأسباب اللي حللت لنا مشكلة طابة. مع مين؟ مع الكيان الصهيوني اللي كان عاوز ياخد طابة مننا مع انسحابه من شبه جزيرة سيناء، وأثبتنا أن طابة هي أرض مصرية في محكمة العدل الإيه؟ الدولية. يبقى تعالى، يبقى هقوله هنا دور الجغرافيا السياسية ظهر في الدفاع عن حق مصر في قضية مين؟ في قضية طابة، وخدناها تاني. وظهر دور علماء الجغرافيا السياسية في ايه كمان؟ قالك مش بس في الدفاع عن حق مصر في قضية طابة، قالك كمان ظهر دور العلماء الجغرافيا السياسية في إعادة رسم الحدود السياسية بين ما بين مين؟ قالك بين دول قارة اسمها قارة مين؟ قارة اسمها قارة أوروبا. ايه ده؟ هم علماء الجغرافيا السياسية اعادوا رسم الحدود السياسية بين دول اوروبا؟ امتى؟ قالك مرة بعد الحرب العالمية الاولى ومرة بعد الحرب العالمية الكام؟ التانية. لما المانيا توسعت على حساب الدول، ايه اللي حصل يا مستر؟ المانيا توسعت على حساب الدول، وبعد ما انتهت الحرب قام علماء الجغرافيا السياسية بإعادة رسم الحدود السياسية ما بين دول قارة مين؟ اوروبا، منعا لحدوث مشاكل سياسية ممكن تحصل ما بين الدول بعد الايه؟ بعد الحرب. يبقى تعالى، يبقى ايه الدليل اللي يثبت ان علم الجغرافيا السياسية بيساهم في حل المشكلات اللي بتحصل ما بين الدول؟ هقوله اتنين. هقوله زي دور الجغرافيين في الدفاع عن حق مصر في قضية طابة، ودور الجغرافيين في اعادة رسم الحدود السياسية بين دول قارة مين؟ اوروبا، مرة بعد الحرب العالمية الاولى والحرب العالمية الكام؟ التانية. دي كمان، قالك كمان علم الجغرافيا السياسية قالك بيقوم بتوفير المعلومات وبتوفر كمان البيانات. ايه ده؟ بتوفر معلومات والبيانات؟ قالك انها بتوفر المعلومات والبيانات، وذلك لايه؟ قالك لاتخاذ القرارات. انهي قرارات؟ سواء كان اتخاذ القرارات السياسية او حتى الاقتصادية او حتى القرارات الايه؟ العسكرية. يبقى بص كده، يبقى كمان علم الجغرافيا السياسية بتوفر المعلومات وبتوفر البيانات لمتخذ القرار، السلطة والحكومة. ليه؟ هقول وذلك من أجل اتخاذ قراراتها، سواء قراراتها السياسية أو الاقتصادية أو حتى قراراتها الإيه؟ العسكرية. وبكده احنا خلصنا أهداف الجغرافيا الإيه؟ السياسية. تعال بقى نخش على مجالات علم الجغرافيا الإيه؟ السياسية قديما وحديثا. يلا بينا. طبعا احنا بعد ما خلصنا أهداف الجغرافيا السياسية، تعال نبدأ مع بعض بقى دراسة مجالات علم الجغرافيا السياسية. بص يا أولاد، احنا دلوقتي هنقسم مجالات علم الجغرافيا السياسية لاتنين. علم الجغرافيا السياسية كان بيهتم بدراسة ايه زمان؟ وعلم الجغرافيا السياسية اصبح بيهتم بدراسة ايه حديثا؟ بدراسة ايه دلوقتي؟ قالك والله ان مجالات علم الجغرافيا السياسية زمان قديما تختلف عن مجالات علم الجغرافيا السياسية ايه دلوقتي. تعال نبدأ بس في العنوان ده. واحد يقول لمستر سؤال، هو ليه مجالات علم الجغرافيا السياسية زمان مش هي نفس مجالات علم الجغرافيا السياسية دلوقتي؟ صحيح، ليه؟ ليه المجالات اللي كان بيهتم بيها زمان مش هي نفس المجالات دلوقتي؟ قلت لك لسبب بسيط قوي. ايه هو؟ لان العالم اللي كان موجود زمان مش هو العالم اللي موجود دلوقتي، فطبيعي ان المجالات اللي كان بيهتم بيها زمان اكيد هتختلف عن المجالات اللي بيهتم بيها دلوقتي. تقصد تقول ايه؟ اقصد اقول لك السؤال ده،
لو جالك هنا من قبل ما نتكلم عن المجالات نفسها، لو جالك سؤال وقال لك وضح أسباب اتساع مجالات الجغرافيا السياسية في العصر الحديث، تفتكر ليه اتسعت، ليه اتطورت، ليه اتغيرت مجالات الجغرافيا السياسية في العصر الحديث؟ هقوله ليه اتطورت وتغيرت؟ هقوله نفس العبارة، لأن العالم اللي كان موجود زمان مش هو العالم يا ابني اللي موجود دلوقتي. تقصد تقول ايه؟ هقولك نظرا للتغيرات، نظرا للتغيرات المستمرة اللي بتشهدها خريطة العالم، وخصوصا تغيرات آخر القرن الكام؟ العشرين. ومدام العالم بيتغير يبقى أكيد مجالات الجغرافيا السياسية حتى اللي موجودة دلوقتي أكيد في يوم من الأيام قدام مصيرها تتغير. يبقى تعالى، يبقى لما يقولك ليه اتسعت مجالات الجغرافيا السياسية في العصر الحديث، هقول وذلك نظرا لمين؟ هقول نظرا للتغيرات المستمرة. أنهي؟ هقول له التي إيه؟ هقول له التي تشهدها خريطة العالم باستمرار، وخاصة إيه؟ هقول له وخاصة تغيرات آخر القرن الكام؟ العشرين، اللي إحنا بنعتبرها يا أولاد التغيرات الإيه؟ السريعة. يبقى ركز معايا في النقطة دي. ايه رأيك ان انا ممكن اجيب لك السؤال ده بس بالعكس، اقول لك وضح الاثر الناتج عن التغيرات المستمرة التي تحدث على خريطة العالم بالنسبة لمجالاتها. تاني، ايه الاثر الناتج، النتائج المترتبة عن ايه، عن التغيرات المستمرة اللي بتحصل على خريطة العالم بالنسبة لمجالاتها. هقول له بقى نظرا للتغيرات المستمرة اللي بتشهدها خريطة العالم، هقول له ده ادى لايه، هقول له ده ادى الى اتساع مجالات الجغرافيا السياسية في العصر الحديث. تعال نبص بقى على المجالات. بيقولك ان مجالات الجغرافيا السياسية قديما تختلف عن مجالاتها حديثا. ليه؟ هي زمان كانت بتهتم بدراسة ايه؟ قالك والله زمان كانت بتهتم بدراسة الوحدات السياسية. واحد يقول لي ايه؟ زمان كانت بتهتم بدراسة الوحدات السياسية؟ والوحدات السياسية دي اللي هي الايه؟ اللي هي الدول. وكانت زمان بتهتم بدراسة المشكلات، المشكلات الايه؟ السياسية. انهي؟ اللي ممكن تحصل ما بين الدول وبعضها. وكمان زمان كانت بتهتم بدراسة العلاقات، العلاقات الايه؟ الدولية اللي كانت بتتم ما بين الدول وبعضها. يبقى بص كده، يبقى مجالات علم الجغرافيا السياسية قديما هقول له كانت بتهتم بدراسة ثلاثة، الوحدات والمشكلات والعلاقات، الوحدات السياسية والمشكلات السياسية والعلاقات الدولية. بس الكلام ده كان امتى؟ الكلام ده كان زمان. طب ودلوقتي؟ قالك دلوقتي ما زالت علم الجغرافيا السياسية بتهتم بدراسة الايه؟ الدولة. في حاجة ثابتة. ايه هي؟ دراسة الدولة. ما هو زي ما كان في دول زمان برضو في دول موجودة لغاية النهاردة. يعني ايه؟ قالك ان هي ما زالت بتهتم بدراسة الدولة كأحد اهم مجالات الجغرافيا السياسية. يبقى هي ما زالت بتهتم بدراسة الدولة كأحد اهم مجالات الجغرافيا السياسية. تعالى بقى هنا، تعالى ناخد المجال الحديث ده وناخده كده على جنب. واحد يقول له مستر هي حاليا الجغرافيا السياسية بتهتم بدراسة الدولة؟ طيب جميل قوي، بدرس ايه في الدولة؟ بتدرس ايه في الدولة؟ قلت لك تعالى وانا اقول لك يا عم. بتهتم بدراسة الدولة من حيث اربع حاجات. بص كده، ايه هي؟ بص يا سيدي، قالك والله بتهتم بدراسة الدولة من حيث مقاومتها الايه؟ الطبيعية. انا بدرس المقاومات الطبيعية بالنسبة للدولة، اللي هي موقع الدولة، مساحة الدولة، تضاريس الدولة، مناخ الدولة. بس قلت لك لا، دي كمان بتهتم بدراسة المقاومات الايه؟ البشرية، اللي هي عدد سكان الدولة قد ايه، الانشطة الاقتصادية اللي موجودة، هل في زراعة، هل في صناعة، هل في تجارة، هل في سياحة. يبقى تعالى، يبقى احنا اولاد فعلا بنهتم بدراسة الدولة كأحد مجالات الجغرافيا السياسية. بدرس ايه في الدولة؟ يلا بقى هقول له بدرس مقاومتها الطبيعية وبدرس مقاومتها الايه؟ البشرية. طب تعالى، هم انا لما بدرس المقاومات الطبيعية والبشرية للدولة بقدر اتعرف على ايه؟ واحد يقول له مستر بنقدر نقوم بتحديد. تحديد ايه؟ تحديد هل الدولة دولة قوية ولا الدولة هي دولة ضعيفة. يبقى انا من دراسة المقاومات الطبيعية والبشرية بقدر احدد ايه هي عناصر القوة وايه هي عناصر الضعف بالنسبة للايه؟ للدولة. وبناء على قوتها وضعفها بقدر احدد شكل علاقاتها الايه؟ الخارجية، او علاقاتها الايه؟ الدولية.
يبقى بص كده. اذا يا اولاد انا ممكن ده كده اجيبه لك في شكل سؤال واقول لك ايه؟ وضح أهمية الدولة كأحد مجالات الجغرافيا السياسية. وضح أهمية الدولة كأحد مجالات الجغرافيا السياسية. وخد بالك الملزمة هتبقى موجودة على المنصة PDF، حتى ملزمة وكتاب التدريبات هيبقى موجود برضو على المنصة PDF على النظام الحديث وعلى الأسئلة اللي نمطها جديدة علينا وهتنزل لك موجودة. بص بقى معايا، هقول له يلا وضح أهمية الدولة كأحد مجالات الجغرافيا السياسية. بص هقول له إيه؟ هقول والله بتهتم بدراسة الدولة من حيث مقوماتها الطبيعية ومن حيث مقوماتها البشرية، ومن خلال دراسة الاتنين دول بقدر أحدد هل الدولة هي دولة قوية ولا الدولة هي دولة ضعيفة، وبناء على قوتها وضعفها بقدر أحدد سياستها العامة أو شكل علاقاتها الإيه؟ الخارجية. في أي مشكلة؟ طب تعالى. وبتهتم بالمجال الثاني ايه هو؟ قالك بتهتم بدراسة التحليل السياسي للقوى. واحد يقول لي ايه ده؟ يعني ايه يا مستر بتهتم بدراسة التحليل السياسي للقوى؟ قلت لك المجال ده ولاد عارف يعني ايه كلمة تحليل سياسي للقوى؟ يعني علم الجغرافيا السياسية ولاد هو اللي بيفسر، هو اللي بيوضح ايه هي اسباب التنافس، ايه هي اسباب الصراع اللي بتحصل ما بين القوى المتعاظمة او القوى العظمى اللي موجودة في العالم. ازاي يعني؟ يعني مثلا بيقولك ان التحليل السياسي للقوى ان علم الجغرافيا السياسية هو اللي بيقوم بتفسير، تفسير ايه؟ تفسير اسباب الصراع وتفسير اسباب التنافس اللي بيحصل ما بين مين؟ هقوله بين القوى العظمى المتصارعة على زعامة العالم. ايه ده؟ يعني مستر علم الجغرافيا السياسية هو اللي بيفسر ايه هي اسباب الصراع واسباب التنافس اللي بتحصل ما بين القوى العظمى اللي موجودة في العالم؟ وخصوصا لو كان الصراع ده ولاد ذات ابعاد مكانية. يعني ايه ذات ابعاد مكانية؟ يعني ليه بعد ايه؟ جغرافي، ليه هدف جغرافي، هو السيطرة على منطقة معينة. زي مثلا لما اجي اقول لك دلوقتي مثلا اختر الإجابة الصحيحة، دار صراع خلال القرن ال 18 وبداية القرن ال 19، دار صراع ما بين انجلترا وفرنسا في ايه؟ في السيطرة على أهمية موقع، في السيطرة على موقع مصر الجغرافي. تاني، دار صراع ما بين انجلترا وفرنسا في القرن ال 18 وبداية القرن ال 19 على موقع مصر الجغرافي. تفتكر الصراع اللي حصل ما بين انجلترا وفرنسا ده لو هندرسه في العصر الحديث في الجغرافيا السياسية هدرسه في انهي مجال؟ واجيب لك الاختيارات، هل هدرسه في العلاقات الدولية؟ ولا هدرسه في مجال الدولة؟ ولا هدرسه في التحليل السياسي للقوى؟ ولا هدرسه في المشكلات السياسية؟ ها، مادام بيجيب لي اسباب تنافس واسباب صراع ما بين دولتين على موقع مصر الجغرافي يبقى الكلام ده هدرسه في التحليل السياسي للايه؟ للقوى. اشمعنى؟ هقول له ما هو المجال ده يا مستر هو اللي بيفسر، هو اللي بيوضح ايه هي اسباب الصراع، ايه هي اسباب التنافس اللي بتحصل ما بين القوى العظمى، وخصوصا لو كان الصراع ده ليه بعد مكاني او ليه بعد ايه؟ جغرافي. في مشكلة؟ تعالى اخر مجال من المجالات الحديثة، قالك ان علم الجغرافيا السياسية ولاد مالها بتهتم بدراسة النظام العالمي الايه؟ الجديد. النظام العالمي الجديد؟ النظام العالمي الجديد وما ينتج عنه من تغيرات. النظام العالمي اللي متطبق في العالم من اخر القرن العشرين، من ساعة ما انفرضت امريكا بزعامة العالم حضرتك. واحد يقول يا مستر يعمل ايه بقى النظام العالمي الجديد ده؟ بص بيقولك ايه، النظام العالمي الجديد يا ولاد ماله؟ عبارة عن نظام بيتميز بالشمولية. عبارة عن نظام بيتميز بالشمولية؟ ايش معنى؟ قالك لان نظام العالمي الجديد بيتضمن دراسة عدد من المجالات الفرعية المهتمة بيها الجغرافيا السياسية. العالم يا ولاد اللي احنا موجودين فيه او العالم اللي احنا عايشين فيه بقى فيه حاجات كتيرة قوي وفقا للنظام العالمي الجديد. عشان كده بيقولك ان نظام العالمي الجديد عبارة عن نظام بيتميز بالشمولية. ليه؟ هقول له أصله بيتضمن دراسة عدد من المجالات الفرعية المهتمة بها الجغرافيا السياسية. بيشمل إيه؟ قالك والله بيشمل الآتي. أول حاجة هقول له والله يا مستر بيشمل التكتلات الاقتصادية اللي موجودة في العالم.
ايه؟ بيشمل التكتلات الاقتصاديه، التجمعات الاقتصاديه اللي موجوده على خريطه العالم، المنظمات الاقتصاديه اللي موجوده على خريطه العالم. واحد يقول لي زي مين؟ هقول لك والله زي السوق الاوروبيه المشتركه، وزي مثلا منظمه اسمها منظمه التجاره العالميه. طيب جميل، يعني النظام العالمي الجديد بيشمل عدد من المجالات اللي بتهتم بيها الجغرافيا السياسية زي دراسة التكتلات الاقتصادية. طبعا ما هي التكتلات الاقتصادية دي بتهتم بيها الجغرافيا السياسية، احنا نفسنا هندرسها في الوحدة الثالثة، هندرس التجمعات والمنظمات الاقتصادية اللي في العالم. طيب وبيشمل ايه كمان؟ قال لك بص، وكمان بيشمل دراسة التجمعات. أنهي تجمعات؟ هقوله بيشمل دراسة التجمعات سواء كانت التجمعات الإقليمية اللي احنا قلناها في الأهداف، زي جامعة الدول العربية، وكمان المنظمات والتجمعات الدولية أو العالمية زي الأمم المتحدة. إذن يا أولاد، النظام العالمي الجديد هقوله بيشمل عدد من المجالات الفرعية اللي بتهتم بيها الجغرافيا السياسية، هقوله زي التكتلات الاقتصادية، وهقوله زي التجمعات سواء كانت تجمعات إقليمية مثل جامعة الدول العربية، سواء كانت التجمعات دولية أو عالمية مثل منظمة الأمم المتحدة. وإيه كمان يا مستر؟ قالك دي كمان بتتضمن دراسة الأحلاف العسكرية. ايه الاحلاف العسكريه؟ الاحلاف العسكريه اللي بتاسسها دول العالم بهدف الدفاع عن نفسها من اي اعتداء خارجي. زي مين يا مستر الاحلاف اللي موجوده؟ قالك مثل حلف اسمه حلف شمال الاطلسي، واللي بيعرف باسم حلف الايه؟ حلف الناتو. يبقى بص كده، يبقى هو بيشمل التكتلات وبيشمل التجمعات وبيشمل الاحلاف العسكريه. وقالك ايضا انه بيشمل ظاهره اسمها ظاهره العولمه. تطلع ايه ظاهرة العولمة دي بقى؟ قالك ظهر مفهوم العولمة لأول مرة في منتصف التسعينيات من القرن العشرين، يعني نقدر نقول كده من عام 1995. وظهر المفهوم ده مستر في آخر القرن العشرين. طب وإيه المقصود هنا بالعولمة؟ قالك العولمة أولاد هو عبارة عن تغيير للأنماط وتغيير للأساليب الاقتصادية والاجتماعية. والعولمة دي ان احنا نغير انماطنا واساليبنا الاقتصاديه والاجتماعيه وفقا للنظام العالمي الجديد، ان هم يغيروا الانظمه الاقتصاديه والانظمه الاجتماعيه. وتعرف مين اللي بيفرض العولمه دي؟ قالك دي اللي بيفرضها الدول القويه على مين؟ على الدول الفقيره، على الدول الناميه، على الدول الضعيفه. يبقى تعالى، يبقى العولمه هقوله تغيير للانماط والاساليب الاقتصاديه والاجتماعيه، واللي بتفرضها الدول القويه على مين؟ على مجتمعات الدول الناميه، على الدول الفقيره. والعولمه بتشمل نوعين، فهناك عولمه اقتصاديه، سيطره اقتصاديه علينا، بنغير اساليبنا الاقتصاديه وفقا للانظمه بتاعتهم. اهو قالك دي بتشمل عولمه اقتصاديه وعولمه ايضا مالها اجتماعيه، بيغيروا عاداتنا، بيغيروا تقاليدنا من خلال الانفتاح اللي احنا بقينا شايفينه، بيستخدموا حتى شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، واللي بدأوا يغيروا مجتمعاتنا، بدأوا ينسونا عاداتنا وينسونا تقاليدنا. يبقى بص معايا، يبقى العولمة بتشمل اتنين، عولمة اقتصادية وعولمة اجتماعية. يبقى النظام العالمي الجديد هقوله بيشمل يلا التكتلات والتجمعات والأحلاف وظاهرة العولمة، واللي بدأت تظهر من منتصف تسعينيات القرن الكام؟ العشرين، واللي بتحتوي على أو اللي بتشمل بتنقسم لاتنين، عولمة اقتصادية وعولمة مالها اجتماعية. وبيشمل أيضا، بيشمل النظام العالمي الجديد إيه كمان؟ قالك إنه بيشمل قضايا الإيه؟ قالك قضايا المية وقضايا الغذاء وقضايا الطاقة. إذا تقصد تقول مشاكل المية ومشاكل الغذاء ومشاكل الطاقة اللي بتحصل في العالم في العصر الحالي؟ وبيشمل أيضا أثر التدخلات العسكرية. نتيجة التدخلات العسكرية اللي بتقوم بيها دول العالم في بعض الدول اللي موجودة في العالم، زي مثلا في سؤال كده قريته كان على شبكة الإنترنت، كان بيقول إن ظهور بعض الجماعات الإرهابية في دول مثل سوريا أو على حدود دولة العراق ماله نتج عن النظام العالمي الجديد؟ من حيث إيه؟ نتج في إيه؟ من حيث التكتلات ولا التجمعات ولا الأحلاف
ولا أثر التدخلات العسكرية؟ أثر التدخلات العسكرية. ما أمريكا لما دخلت في سوريا، أمريكا لما دخلت في العراق وقامت باحتلال العراق سنة 2003 وأصبحت الدولة في حالة من الفوضى وفي حالة من عدم الاستقرار، ما هو ده اللي أدى إلى انتشار العديد من الجماعات الإيه؟ الإرهابية. إذا ظهور الجماعات الإرهابية دي كان ناتج عن أثر التدخلات الإيه؟ العسكرية. وبكده احنا اتكلمنا اولاد عن مجالات الجغرافيا السياسية، سواء كانت مجالاتها القديمة او حتى مجالاتها الايه الحديثة. تعال بقى نتكلم عن اخر حاجة، وهنبدأ نتكلم مع بعض عن التقنيات الحديثة واثرها على علم الجغرافيا الايه السياسية. يلا بينا. دلوقتي احنا معادنا مع اخر فكرة في الدرس، واللي هنبدأ نتكلم فيها عن دور التقنيات الحديثة في الجغرافيا السياسية. بص يا أولاد، احنا عشان نتكلم عن التقنيات الحديثة فاحنا بنتكلم عن التقدم العلمي والتقدم التكنولوجي اللي وصل له الانسان في العصر الحالي، ومدى تأثير التقدم العلمي والتكنولوجي ده على علم الجغرافيا الايه السياسية. فاحنا عشان نتكلم عن التقنيات الحديثة بصفة عامة، احنا أولاد بنقسمها لثلاثة. بنقدم لايه؟ بنقسمها لايه؟ تأثير الاستشعار عن بعد على الجغرافيا السياسية، وهنعرف ده الواحد وعن ايه. تأثير وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الجغرافيا السياسية، وتأثير نظم المعلومات الايه الجغرافية. تعال نوصل الاول لعلم الاستشعار. سبق السنة اللي فاتت في تانية سنة ونكلمك عن علم الاستشعار، قالك فيه ايه؟ افتكر بس معايا المفهوم ده، هو مش موجود طبعا في تالتة ثانوي بس انا عاوز افكرك بيه. قالك ان علم الاستشعار هو علم الحصول على المعلومات، ان احنا نقدر نحصل على معلومات. معلومات عن ايه؟ عن اي مكان موجود على سطح الارض. ايه هو احنا نقدر نحصل على معلومات عن اي مكان موجود على سطح الارض؟ ازاي؟ قالك من خلال اجهزة ومستشعرات هي لا تلامس سطح الارض، دي موجودة داخل الاقمار الايه الصناعية. تقصد تقول يا مستر ان علم الاستشعار ده اللي هو بيتم من خلال الاقمار الصناعية؟ قالك طبعا، من خلال الأقمار الصناعية ومن خلال أجهزة الجي بي اس. أيوة مالها؟ قالك أهي الأقمار الصناعية دي يا ولاد بتحتوي على كاميرات عالية الدقة وكاميرات عالية الجودة. مالها؟ أقدر من خلال الكاميرات دي أحصل على صور ومرئيات فضائية. إيه؟ أقدر من خلال الأقمار الصناعية أحصل على صور ومرئيات فضائية؟ عن إيه؟ عن أي مكان موجود على سطح الأرض. ومدام أنا من خلال الأقمار الصناعية دي أقدر أصور أي مكان موجود على سطح الأرض، ففي دول كتيرة في العالم استفادت من الأقمار الصناعية وأجهزة تحديد المواقع اللي هي الجي بي اس، استفادت من خلال الصور والمرئيات الفضائية. استفادت منها في إيه؟ في الحصول. في الحصول على إيه؟ في الحصول على معلومات بالغة الدقة. ايه؟ استفدنا منها في الحصول على معلومات بالغة الدقة. عن ايه؟ عن بعض الحاجات اللي احنا بنهتم بيها في الجغرافيا السياسية. النهاردة زي ايه يا مستر؟ قالك زي النهاردة يا ابني بتستغل الدول الاقمار الصناعية في مراقبة الحدود الايه السياسية. النهاردة نقدر نحصل على معلومات عن كل الحدود السياسية اللي بتفصل ما بين الدول وبعضها، عن الحدود السياسية وبس. قالك لا، وكمان الممرات الايه الممرات الملاحية. واحد يقول لي تطلع ايه الممرات الملاحية دي؟ قلت لك مثل قناة السويس. يعني احنا نقدر نحصل على معلومات عن قناة السويس طبعا، ومن خلال الاقمار الصناعية نقدر نشوف السفن اللي داخلة والسفن اللي خارجة. عاوزين نعرف طول القناة قد ايه، عرض القناة قد ايه، السفن اللي ماشية، السفن اللي راكنة. يبقى احنا كمان بنقدر نتحصل على معلومات عن الحدود السياسية ما بين الدول والممرات الملاحية مثل قناة السويس من خلال الاقمار الصناعية. والنهاردة في دول مالها بتستفيد من خلالها في مراقبة المياه الايه الاقليمية ليها. واحد يقول لي تطلع ايه المياه الاقليمية دي؟ قلت لك دي سواحل الدولة، المياه اللي موجودة على سواحل الدولة الدول كمان بتراقبها. بتراقبها تراقب السفن اللي داخلة، السفن اللي خارجة، تهريب لمنع التهريب، تهريب السلاح او تهريب المخدرات. طب تعالى، يبقى كده احنا بنحصل على معلومات بالغة الدقة من خلال الأقمار الصناعية عن، هقول له عن الحدود السياسية اللي احنا بنهتم بيها في الجغرافيا السياسية، عن الممرات الملاحية والمياه الإقليمية، وكمان نقدر نستفيد من خلالها في المعلومات عن مناطق النزاعات ومناطق المشكلات السياسية اللي بتحصل ما بين دول العالم وإيه؟ وبعضها.
يبقى بص يا سيدي، يجي لك هنا سؤال يقول لك وضح العلاقة بين علم الاستشعار عن بعد وبين علم الجغرافيا السياسية، أو يقول لك إيه هي أهمية المرئيات الفضائية بالنسبة للجغرافيا السياسية. هقول له نفس الكلام، هقول له يمكن من خلالها الحصول على معلومات بالغة الدقة عن بعض المجالات اللي بتهتم بيها الجغرافيا السياسية، مثل هقول له مثل الحدود السياسية، الممرات الملاحية والمياه الإقليمية، ومناطق النزاعات والمشاكل ما بين الدول وإيه وبعضها. طب تعالى، وسائل الاتصالات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات، ايه رأيكم يا أولاد؟ تخيل كده لو رجعت 100 سنة ورا، هل من 100 سنة ورا كنت تقدر تقول لواحد ان انت وانت قاعد في مصر ممكن تشوف واحد وهو قاعد في اليابان؟ لو كنت قلت لواحد من 40-50 سنة ورا بس انك ممكن في نفس التو وفي نفس اللحظة تشوف وانت قاعد في مكانك في مصر واحد صاحبك موجود في اليابان، كان هيقول عليك مجنون. طب النهاردة لو ليك واحد صاحبك في اليابان وانت قاعد هنا في مصر، ممكن تشوفه وتكلمه وتسمع صوته وتشوفه في نفس التو وتشوفه في نفس اللحظة وانت في المكان اللي انت فيه ايا كان مكانك فين. هي دي وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة. بيقولك ان النهاردة بفضل وسائل الاتصالات، قالك اهي وسائل الاتصالات دي ادت الى ايه؟ بص قالك ايه؟ ادت الى سرعة نقل المعلومات وسرعة نقل البيانات عبر الحدود السياسية بين الدول وبعضها. النهاردة في سرعة في نقل المعلومات وسرعة في نقل البيانات عبر الحدود السياسية بين الدول. هو انت مش ممكن تبقى قاعد هنا في مصر وليك واحد صاحبك في انجلترا، هو بيدرس ثانوية عامة في مصر بس هو قاعد مع باباه عشان باباه بيشتغل في انجلترا وهينزل كمان شهر، ممكن يقول لك ايه؟ ممكن يقول لسيادتك اي ملزمة حضرتك تاخدها لاي مادة يا ريت لو تصورها لي وتبعتها لي على الواتساب. ايه رأيك؟ هل هتقدر تبعت له الحاجات دي وتوصل له انجلترا ولا لا؟ هتوصل له. النهارده في سرعة في نقل المعلومة من اي مكان على سطح الارض تروح لاي مكان على سطح الارض. فهنا بيقول لك دي ادت الى سرعة نقل المعلومات والبيانات عبر الحدود السياسية بين الايه؟ بين الدول. طب وده يا مستر نتج عنه ايه؟ قالك ما هو ده بقى جعلت من العالم ايه؟ قالك جعلت من العالم انه العالم اصبح وحدة سياسية واحدة او ما يعرف باسم القرية الكونية. ان العالم ده اصبح صغير جدا علينا بفضل وسائل الاتصالات. يبقى تاني، لو جالك وسألك على وسائل الاتصالات وعلاقتها بالجغرافيا السياسية هتقول له العبارة دي. طب افرض انا دلوقتي جبتها لك بالعكس وقلت لك ايه؟ قلت لك وضح من وجهة نظرك ازاي العالم اصبح قرية كونية. ازاي العالم اصبح قرية كونية؟ هقول له والله وده بيرجع لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللي ادت الى سرعة نقل المعلومات والبيانات عبر الحدود السياسية بين الدول، فجعلت من العالم وحدة سياسية واحدة او ما يعرف باسم القرية الكونية. طب تعالى، نظم المعلومات الجغرافية. بص يا اولاد، مش علم الاستشعار ده قلنا بيدينا صور وبيدينا مرئيات لاي مكان على سطح الارض؟ مش قلنا ان علم الاستشعار والاقمار الصناعيه دي بتدينا معلومات عن حاجات كتير تخصنا؟ المعلومات اللي احنا بناخدها من الاقمار الصناعيه دي بتتخزن فين؟ هنا في نظم المعلومات. يعني مستر بنقدر نقول ان نظم المعلومات دي الداتا؟ تقدر تقول بس ضبط دي الداتا، ده الهارد اللي بيتخزن عليه كل المعلومات والبيانات والصور والمرئيات اللي بناخدها من الاقمار الصناعيه. فعشان كده بيقول لك ان نظم المعلومات حضرتك هي اللي بتقوم بتوفير، هي اللي بتوفر فيها بقى، هي اللي بتوفر فيها المعلومات والبيانات. معلومات وبيانات عن ايه؟ قالك عن الموارد الطبيعيه وعن الموارد البشريه لاي دوله. ايه ده؟ يعني دي يا مستر اللي بتحتوي على المعلومات والبيانات عن الموارد الطبيعية والبشرية، عن المقاومات الطبيعية والمقاومات البشرية والموارد والثروات اللي موجودة على سطح الارض وحضرتك بتستغل الارض في ايه كمان. وهي كمان اللي بتوفر خرائط ايه حديثة لمين؟ للدول.
يعني كمان يا مستر الخرائط الحديثة دي بتتوفر في المعلومات الجغرافية؟ طبعا، ودي بناخدها من الاستشعار عن بعد، يعني بناخدها من الأقمار الايه؟ الصناعية. يبقى كده نظم المعلومات هي اللي بتوفر لنا المعلومات عن الموارد والثروات الطبيعية والبشرية لأي دولة على سطح الأرض، وهي اللي بتعرفك كمان الدول بتستغل الأرض وبتستخدم الأرض في إيه، وهي اللي بتوفر فيها الخرائط الحديثة لمين؟ لأي دولة موجودة في العالم. وكمان من خلال نظم المعلومات قالك هي كده بتقدم مساعدة لمتخذ القرار. مساعدة متخذ القرار؟ مين متخذ القرار دول؟ دول السلطة، الحكومة اللي موجودة في الدولة. ليه بتساعدها في ايه؟ قالك بتقدم لها مساعدات لاتخاذ مين؟ لاتخاذ القرارات السياسية او الاقتصادية الحكيمة او القرارات السليمة للدولة. وبكده يا اولاد احنا خلصنا دور التقنيات الحديثة في الجغرافيا الايه؟ السياسية. وان شاء الله على المنصة هتلاقي اسئلة الواجب وقراصة التدريبات اللي فيها الاسئلة على النظام الحديث موجودة كمان عندك على المنصة، وهتبقى متاحة وهتقدر تمتحن. وفي كل أسبوع هننزل امتحان على الدرس بالكامل وهتوصل لك درجاتك في معادنا. أتمنى أن احنا كنا موجودين وكنا متاحين معاك، وأتمنى أن احنا كنا عند حسن ظنك، وإن شاء الله هنتقابل في محاضرة جديدة مع الجغرافيا الإيه؟ السياسية. وإن شاء الله الأسبوع اللي جاي هنبدأ نتكلم عن الوحدة الأولى ودراسة الدولة والأمة وأنواع الدول وأنواع العواصم. وأتمنى أن احنا نكون عند حسن ظنك. كل بناتي وكل ولادي كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله نتقابل على خير. السلام عليكم.